في فقرتنا الجميلة صورة وحكاية، ثمة صور تتحدث أكثر من الكلمات. أولاها صورة الطالبة الأردنية إيلاف أبو صخر من مدرسة قصر الحلابات الغربي، والتي حصلت على المركز الثالث من بين 2 مليون طالب مشارك في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة حول الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة. كانت المسابقة عن فئة العمرية ما بين 12 إلى 15 عام، ونظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليسكو في تونس. طبعاً كل الفخر بالفتاة الأردنية إيلاف، والتي تعتبر مثال للتفوق والنجاح. الصورة الثانية لطائرة درون، فما هي حكايتها؟ إدارة السير أكدت على أنها ستستخدم كافة وسائل الرقابة المرورية التكنولوجية المتطورة، وتم اعتماد درون المسيرة، والتي ستكون جزءاً مهماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية المرورية لإدارة السير. هل ربما ستكون هذه الدرون للمخالفة؟ لا نعلم. قناة اليرموك الفضائية، قريبون منكم.